خلصت الحلقة لليوم. فعلاً كيف كانت حلقة حلوة ممتعة متنوعة، بس يمكن بالنسبة لي إيموشنال. أنا كمان قصة محمد وهدى كثير أثرت بي، بس حبيتها. كانت حلقة سلسة مهضومة هيك قطعت بسرعة. علاقات مواضيع كان فيهم علاقات ولونج ديستنس. هلا وعرفنا بيرلا رومانسية. وحكينا كمان عن لونج ديستنس. أنا ضد، ديما مع. أنا مع بحسب المدة والوقت، يعني مع بحالتها هي كيف. أنه في بلان، في بلان يعني، ورح يرجعوا يكونوا في مع حالات بعض. الناس بتضطر مزبوط تكون لونج ديستنس، بس هيدي اللونج ديستنس اللي مش معروف شو الان تبعها، شو مصيرها، متى الوقت، شو مصيرها، قد ايه وقت، اللي بتطول كثير، بحس انه بتروح قيمه العلاقه. صح. ببطل في هيدا هيك الروح الحلوه، ببطل في اشتياق بركه، خلص اخر شيء بيروح مع الوقت. ما هي فعلا حبينا مبادره امل اكيد مع ضيفتنا نوره، مبادره جميله. ويا ريت هيك يكون في مثل نورة هواية ناس عندنا بالمجتمعات، عشان صارت الدنيا زينة وحلوة. تابعونا. الحب من النظرة الأولى. طبعاً أنا ما أقتنع بكلمة الحب من النظرة الأولى، لكن هذا ما يعني أنه أنا رأيي هو الصحيح. قد يجوز يكون ممكن الحب من النظرة الأولى يصير، لكن النظرة الأولى عادة يعني تكون سريعة. إنسان ممكن أعجب بشكل، بجسم، بطريقة كلام، بموقف بسيط، فصار في نوع من الانجذاب. أنا ممكن أقول انجذاب من النظرة الأولى ممكن، لكن حب، الحب يجي مع أكيد يعني التعامل مع سلوكيات. هو هذا اللي أحسه أنا الحب، أنه في عشرة، في تعامل، في سلوك. ممكن إنسان أعجب بوحدة وحبها وتزوجها وتلاقي علاقتهم ما استمرت. ليش ما تستمر؟ لأنه كان في انجذاب أقوى من كلمة حب، ولكن مع التعامل حصل في نوع من الخلل، فما ما تستمر الحياة. وهذا مو شيء إنه خلاص أكيد يختلف. موضوع اللي هو طبعاً كيف الزوج والزوجة أو المخطوبين إذا كانوا بعاد وبيكون تواصلهم عبر مثلاً الاتصالات أو التواصل الاجتماعي. أنا أعتقد صعبة شوية إذا طالت المدة، بالذات إذا ما كان لسه يعني حياتهم يعني فيها أولاد أو شيء، فطول المدة هذه ممكن تأثر على علاقة الزوجين. إذا ما كانوا لسه متحابين أو منسجمين بشكل أقوى، فممكن تأثر، ممكن تصير في مصدر من الشك، مصدر من الغيرة، سواء من الزوجة أو الزوج لأنهم بعاد عن بعض. فأعتقد إنها شوية صعبة إنه يكونوا في بعد، لكن بعض الأحيان ممكن يقول لك إنه تقلل من المشاكل، تقلل من الاحتكاك في 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 مواضيع ممكن تصير خلالها مثلا شوشرة على حياتهم، فممكن البعد يكون أفضل. ولكن برضو هذه المسألة نعتبرها إنها ممكن في شيء من الصح وفي شيء من الغلط. طبعا موضوع العمالقة بأطوال يعني موضوع مرة كان شيق وكان جميل جدا. في ناس طبعا الطول تقدر تلاقيه لها بالنسبة لها نعمة فعلا ويكون مصدر رزق، لكن في قضية اللي شفناها اليوم كان شيء مؤلم. حسيني قدي نوع من الألم، نوع من يعني الإحساس بأنهم هم مو قادرين يتعايشوا مع المجتمع، إنه بيتعرضوا لآلام جسدية. العمود الفقري كان بيتألم من الطول الزايد. يعني كان شيء مؤلم، وفعلا أنا أتمنى أنه إذا حالتهم هذه في يعني لها علاج ويقدر أحد يساعد، هذا مرة يكون شيء جميل أنه الإنسان فعلا يعني يساعد في هذا الموضوع الإنساني. طبعا فقرة اللي هي المرأة الملهمة اللي قدرت تغير حياة سيدات كانوا فعلا محتاجات، وعملت منهم موضوع وعملت لهم مهنة يقدروا يعيشوا من خلالها، يتعلموا فيها شغلة، شيء جميل جدا كان وإنساني بصورة كبيرة جدا. وأعتقد الموضوع هذا لازم يستمر وما يوقف عند حد. وأنا كثير كنت سعيدة بالفقرات، وكلها فقرات ملهمة، كلها فقرات جميلة. أتمنى من جمهورنا أنه كمان برضو يعلق ونشوف إيش ردة فعل الفقرات وإيش وضع المشاهدين في هذا اللي إحنا عرضناه اليوم. إن شاء الله ينول إعجابكم، إن شاء الله يكون شيء ممتع بالنسبة لكم، ونتمنى نسمع آراءكم ومقترحاتكم، وإحنا طبعاً أكيد جاهزين لها.
أنا شخصياً ما جربت الـ long distance relationships، بس في كثير ناس حواليا يمرون بهذا الشيء. أكيد صعب، مو سهل، بس مدة الـ distance اللي بتكون بين الزوجين والوقت اللي تصير بيه سواء قبل الزواج أو بعد الزواج تلعب دور جداً مهم بهذا النوع من العلاقات. أكيد ممكن ينجح. في عنا ضيفة إجت اليوم وكانت مثال على نجاح هذا النوع من العلاقات. ممكن يقوي العلاقة ما بين الزوجين. أكيد الصعوبات هي أكيد أحياناً لما يكون كل واحد في بلد، التواصل أكيد، مثلاً الأوكيجنز اللي تمر على الكابل، مناسبات، أعياد، عيد ميلادات يكونون مو مع بعض، هذه صعبة. ممكن أحياناً مشاكل الشك أو الثقة، الغيرة، هاي الأشياء كلها تتزعزع الثقة ممكن لما يكونون بعاد عن بعض. بس إذا اشتغلوا على هالشي واشتغلوا على التواصل واشتغلوا أنه يكون بينهم احترام وثقة وظلوا متواصلين، ممكن يتخطون هذا المحنة. وهواية قصص سمعناها لأزواج خلال فترة كورونا ابتعدوا عن بعض، بس بعد كورونا التقوا وكانت العلاقة أحسن وأجمل، لأنه الاشتياق يرجع شرارة الحب. هيك رأيي.